أكد سعادة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بأن القطاع العقاري بمملكة البحرين يشهد نموا وتطورا مستمرا بفضل الرعاية والدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأضاف سعادته بأن القطاع العقاري داعم للقطاعات الاقتصادية وهو ما يمثل حافزا لتقديم المزيد من المبادرات الجديدة والسعي نحو الابتكار واتباع أفضل الممارسات لتطوير هذا القطاع. وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تفضل سموه برعاية وافتتاح معرض سيتي سكيب البحرين، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض، ورعايته الكريمة لمؤتمر قمة الشرق الأوسط وإفريقيا للتكنولوجيا العقارية بروبتك. وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بأن نجاح النسخة الأولى من معرض سيتي سكيب البحرين الذي اشتمل على مشاريع بقيمة 893 مليون دينار بحريني تم خلاله إطلاق 7 مشاريع عقارية كبرى، الأمر الذي يمثل دافعا لجميع المشاركين نحو مضاعفة الجهود وتقديم المزيد في النسخ المقبلة من المعرض والتي سيقام سنويا في مملكة البحرين.